وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وقد مكروا مكرهم، والمكر هو الكيد، الكيد للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك. يمكرون لقتله، يمكرون لنفيه من الأرض. فده من المكر اللي انتوا تفعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي. إذا تتجرأ على رسول الله، رسول من عند الله. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. اختلف المفسرون في هذه الجملة، والقول الراجح أن المعنى أي لو كانت هذه الجبال تزول من أماكنها لزالت من مكر هؤلاء وكيدهم بالإسلام ورسول الإسلام. كيد رهيب وتخطيط رهيب لإطفاء نور الإسلام وعجزه، لأن الله هو الذي يحمي دينه ويحمي رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يعصمك من الناس. إحنا بنستدل على أو إحدى دلائل أن هذا الدين حق وجوده إلى الآن. كل هذا المكر من لدن كفار قريش إلى زماننا هذا، والإسلام لا يزال صامدا، مع أن أهله في ضعف وليسوا في الصفوف الأولى في العالم، ليس لديهم قوة يعني يحفظون به هذا الدين أو يدافعون به عن هذا الدين، لا تقنية ولا أموال ولا أي شيء، ومع ذلك الدين محفوظ. ده مش ممكن يكون بقدرات بشرية من الناس، مش عشان احنا جدعان فالإسلام محفوظ، ده ربنا تبارك وتعالى هو اللي يحفظ هذا الدين فعلا. بالعكس، رغم ان المسلمين متأخرين، لكن نجد بعض رعية الدول المتقدمة او شعوب الدول المتقدمة تدخل في دين الإسلامي أفواجا. ونهاردة خش على النت وشوف كيف دخلت الإسلام، واكتب كده كيف اهتديت الإسلام، تلاقي ناس كبار وناس أصحاب مناصب كلهم دخلوا الإسلام، مع أن الصورة الواصلة ليهم أو للعالم صورة منفرة في الغالب، لأن الإسلام إرهاب والإسلام تشدد والكلام ده. ومع ذلك الناس بتدخل في دين الله أفواجا بحق وبكثرة. فده دليل أنه هو حق من عند الله عز وجل، مش ممكن دين مخترع واحد مألفه عامل شوية قواعد كده ويصمد كل هذا الأمر أمام كل هذا الكيد والمكر. ده لا يمكن. إنسان لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، كان يرعى الغنم، حدود خبراته هي الجزيرة العربية، ما طلعش بره ولا سافر، يوم كده حاطط لوائح وقوانين تصمد لأكثر من 1400 سنة، والناس إلى الآن تقتنع بيها ولا ترى فيه أي تناقض أو أي مشاكل. دي مش قدرة بشرية، ده بحق من عند الله عز وجل. وبعد كده محاولات رهيبة للنيل من هذا الدين، ومع ذلك عجزوا أن يطفئوا نور الله عز وجل. زي قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هد أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فدي قريبة من إيه؟ من هذا المعنى، لأن من مكرهم برضو اللي هم نسبوا لله الولد، من مكرهم اللي هم قالوا كلام شركي فظيع في حق الله عز وجل، وهكذا. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله.
قال ابن كثير يعني وعدهم بالنصرة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ربنا تبارك وتعالى منجز لرسله ما وعد. إن الله عزيز ذو انتقام. والعزيز قلنا كتير يعني الغالب. إنما قال تعالى وعزني في الخطاب يعني وغلبني في الخطاب. فالعزيز هو الغالب وذو انتقام يعني ينتقم من أعدائه تبارك وتعالى. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هنا تبديل الأرض يعني هتبقى أرض غير الأرض اللي عايشين عليها. يعني الأرض دي تروح وتيجي أرض جديدة، وكذلك السماوات دي تذهب وتأتي سماء جديدة. نعم ده أحد القولين في التفسير، لكن القول الراجح أنه تبديل صفة وليس تبديل ذات. يعني في مفسرون قالوا إن الأرض نفسها تزول تيجي أرض مختلفة بشكل جديد، وسماوات مختلفة بشكل جديد. وفي مفسرين قالوا ده الراجح إن هي الأرض هي الأرض، الأرض بتاعتنا، والسماوات هي السماوات. لكن الأرض دي يعني الأرض بتاعتنا فيها جبال، لكن الأرض اللي هي أرض المحشر ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف، مش هيبقى فيها الجبال، مش هيكون فيها معلم، هتلاقي كلها يعني على مستوية. وعندنا حديث في صحيح مسلم والبخاري ومسلم، يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء ليس فيها معلم لأحد، لا فيها تضاريس ولا هضاب ولا جبال، مستوية. فده الأرجح اللي هي الأرض هي الأرض بس اختلفت صفاتها، والسماوات هي السماوات بس اختلفت صفاتها. يوم تكون السماء كالمهر بتبقى ثابتة كده سميكة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، دي في السماء بتاعت يوم القيامة. أما السماء بتاعتنا فيها شمس وفيها نجوم ونحو ذلك. نعم عليه الصلاة والسلام. أحسنت. لا يرجح الرأي التاني. ما هو يوم تبدل الأرض تبديل صفة، حجتهم اللي هي تبدلت ماشي، بدلت الأرض نفسها ولا تبدلت صفات الأرض؟ غير الأرض التي تعرفونها، غير السماوات التي تعرفونها، لأنها تبدلت إلى صفة مختلفة. زي ما نأخذ القميص مثلا بتاعك وأقول لك أنا بددت لك القميص بتاعك بقميص مختلف، وفي النهاية أقول لك إنه هو نفس القميص بس مختلف في صفاته، قطعت بقى الكمام مش عارف حطيت عملت ايه، حصل تبديل بس تبديل في الايه في الصفات. يعني الامر فيه او سائغ، كلا القولين قال بهما بعض علماء اهل السنه، لكن الذي يترجح لي انا شخصيا ان المقصود هو تبديل صفه وليس تبديل ذات. اتفضل. ماشي، ما احنا بنحاول نجتهد في برضو، ما هي غيبيات بس ربنا حكينا عنها، فاحنا نفهم بقى ما قصة علينا منه. لكن هو الأمر واسع وكلا القولين موجودان في عند علماء التفسير. وبرزوا لله الواحد القهار. برزوا يعني ظهروا، صح؟ ظهروا لأنه كانوا في القبور وخرجوا مسرعين إلى الأرض، أرض المحشر. هيكونوا ظاهرين ولا مختفين؟ لا ظاهرين. وبرزوا، بس برزوا لمين؟ لله الواحد القهار تبارك وتعالى. هذا أيضا فيه بيان لهذا اليوم وشدة هذا اليوم. طبعا جميع الخلائق
كل الخلائق من لدن آدم إلى آخر واحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يكونون في هذا الموقف ويظهرون كلهم أمام الله عز وجل.